أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده طبعا خاص بالأطباء وليس للمرضى. هنا احنا بنتكلم على بعض التفاصيل في عملية المية البيضاء وبعض الأساسيات اللي احنا نحب ان احنا نركز عليها. هنا مثلا احنا يعني ايه بنحافظ على دايما ان العين متسنترة، ما بتتزقش لتحت، ما بتتزقش مع الآلة. دي مهمة جدا. هنا أول خطوة يعني إيه، إحنا عملنا فتحتين تو باراسنتيسيس كده، فتحتين عند 3 و9، وعند 3 و9 دول بيخلوا دايما نسبة الاستجماتيزم نيوترال، يعني ما يطلعش بعد العملية أي استجماتيزم. وحقنة الفيسكو الأولانية اللي إحنا عملناها دي الهدف منها نخلي الجلوب بريشرايزد وإحنا بنعمل المين تانل علشان نقدر نعمل فاشننج مظبوط للمين تانل. في ناس بتعمل سكراتش، في ناس بتخش على طول، يعني الموضوع برضو فيه تغيرات من جراح لآخر. وزي ما بقول لحضراتكم في بعض الأساسيات اللي احنا بنحب ان احنا دايما نركز عليها. النقطة الأولى دايما العين تبقى في السنتر، في سنتر بتاع الفيلد. النقطة الثانية ان انا ما ازقش العين، يعني عشان ما اقللش الفيجواليزيشن. هنا لما العين بتتزق للبريفري شويه بيقل موضوع الفيجواليزيشن، فدوت احنا ما ننصحش بيه. عايزين العين دايما سنترلايز. وعلامه السنترلايزيشن ان اللايت هنا، اللايت الريفليكشن بتاع لمبه الميكروسكوب اللي انا بشاور عليها دي، هي دي دايما بتبقى في السنتر بتاع الكورنيا. ده علامه ان انت ويل سنترلايزد، ان الجلوب دي مش بوشت داون ولا كده اثناء ما انت شغال. طيب النقطة اللي أنا عايز برضه أقول عليها مثلا، يعني دي مثلا وإحنا بنعمل الفيسكو وإحنا بنعمل الهايدرو ديسكشن، الخطوة دي خطوة مهمة جدا عشان الموفمنت بتاع النيوكليس وتقدر تعمل مانيبيوليشن للنيوكليس. هنا أنت لازم بتفضي فيسكو كويس عشان تدي مخرج للفلويد إن هو يخرج من العين بسهولة، ما يحصلش انترابمنت ورا ويعمل بريشر عالي في على البوستير كابسول ممكن يفتحها. فدوت من الايه هنا الاساسيات بتاعتنا. يعني طبعا احنا كل خطوه من دول احنا هنديها تفصيلات او هنرجع نناقشها بتفاصيل لو يعني فكره الفيديو ده اعجبت حضراتكم وكده. ادونا بس لايك ليه كده وقول لي ايه، واحنا نبدا نعمل تحليل لكل خطوه تاني. هنا لما انا حطيت هنا الشوبر معايا، انا بحاول ان انا ما ازقش النيوكليس وانا بعمل سكالبتنج، وما بحط الشوبر معايا، بجيب العين سنترلايزد بايديا انا بتحكم فيهم. النقطه الثانيه اللي انا بحب ان انا اركز عليها حته ان انا الموفمنت بتاعتي في الونز دايما بعمل بيفوتنج، وهوريكم ازاي الموضوع ده بالتفصيل. البيفوتنج دوت ان انا لو انا عايز اوصل لليفل اقل دايما الجداف بتاع المركبه بيتحرك ازاي، انا بتحرك بيفوتنج، انا نقطه التلامس مع الوند ثابته، لا بضغط فوق ولا بضغط تحت عشان ما احصلش فقد لي اي سي، فيبقى ده مش مظبوط كده. هنا النقطه ان انا بقى قلبت من بعمل هنا التكنيك بتاع ستوب اند شوب، يعني ان انا بعمل سكالبتنج ما بطلعش نص كامل، لا، يا اما ان انا اعمل ديفايد اند كونكر يعني 4/4 او نصين، واعمل وابدا اعمل سواء دايركت شوب سوري اعمل هوريزونتال شوب او فيرتيكال شوب، انما ما بحاولش ان انا اطلع النص كاملا من الريكسس، يعني لان ده ممكن ايه يبقى ستريس عالي على الريكسس ايدج. يعني هنا طبعا النقطة دي برضو عايزك تركز معايا ان انا بحاول ان انا الفيكو بروب ما يتحركش من السنترال سيف زون. يمكن دي تالت نقطة نتكلم فيها، ان الجلوب سنترالايزد وعلامة دوت اللايت اللي في النص. تاني حاجة ان الموفمنت بتاعتي في الوندز بيفوتنج. تالت حاجة ان الفيكو بروب بتاعي ما بيتحركش خارج التلاتة ملي السنترال، اللي هم احاول ان انا ما اخرجش خارج السنترال سيف زون. دي برضو النقطه الثالثه اللي انا عايز ايه نوضحها. برضو هيبقى لنا فيديوهات تانية نتطرق بالتفصيل للتفاصيل اكتر واكتر. يعني هنا احنا خلصنا كده، شلنا الكوادرانس بتوعنا، هنخش بقى ان احنا نعمل اي اي. هنبدا نعمل الاي اي، هنا بنخش بالاريجيشن طبعا الاول عشان نفورم الاي سي، وبعدين نخش بالاسبيريشن من الجهه المقابله لينا، وببدا امسك الانتيرور ليفلت بتاع الكورتكس وابقى حذر وانا بشد، واشد حاول اشد شويه سيركمفرنشال علشان ما بقاش عامل دايركت بول على الريكسس ايدج نفسه. لو انا ماسك الريكسس خاصه لو البيبل مش فولي دايليتد زي الحاله دي، هنا انا بخش بتحسس خطواتي كده وانا داخل تحت الايرس لان مش شايف، فبس بخش احاول امسك واسمع بوداني صوت الاوكلوجن الخفيف اللي بيحصل تن تن تن. اول ما ابدا تن 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 ابدا الم اجيب الحاجه ناحيه السنتر، وعينيا تطمن ان انا مش ماسك كبسوله وان انا اللي ماسكه دوت ماسكه كورتكس بس، خاصه لو البيبل معاك قافل شويه كده. عندك ممكن ان انت
خلصت النص بتاع الناحيه دي، بقلب ايدي للنص، بعمل سويتشنج ماي هاندز للناحيه التانيه، وابدا ايه اعمل نفس التكنيك بتاعي، ان انا بخش اجيب الانتيرور ليفلت بتاع الكورتكس واسمع الاوكلوجن تن تن تن، ابدا اسحب على السنتر، ولما اوصل للسنتر وابقى شايف ومتاكد ان انا معايا كورتكس بس، ابدا ايه افول بقى يعني فاكيوم للاخر، يعني زي ما بنقول هدوس فاكيوم للاخر علشان تاسبيريت الكورتكس. فانت بتخش تتلمس خطواتك كده تحت الايه الريكسس او تحت الايرس، لان انت مش شايف بالظبط انت ماسك ايه، فبتبقى حذر شويه في هذه النقطه لما يكون الفيجواليزيشن نتيجه ان البيوبل بتاعك ضيق شويه. هنا بقى واحنا بنزرع العدسه هنحقن فيسكولاستيك، نحقن ميثايل هنا في الحاله دي عشان نفتح الباك بتاعتنا، ونعمل بريشرايزيشن برضو للجلوب واحنا داخلين بالانجكتور بتاعنا. انا هنا خدت العدسه في الانجكتور بتاعها وبحط النوزل بتاعي جوه الوند، ودخلت والسنتر بتاع النوزل بتاعي جوه السنتر بتاع الريكسس. لما هبدا ابريس انجكت الاي او ال هتفتح هنا الليدنج هابتك، هيفتح جوه الباج ما دام انا نازل في النص كده بالنوزل بتاعي، و بعد كده التريلينج هابتك نزل هو كمان في الباج، لان انا ايه ضغطت سنه كده وهو بيفتح للاخر. وبرضو ممكن اعمل تشيكنج بان انا بريس سب انسيجنالي على الاوبتيك نفسه، والف لف لف لفه صغننه ناحيه الساعه 6، اطمن ان التريلينج هابتك هو كمان جوه الباج. بعد كده هبدا بقى اعمل ايه واشنج للفيسكو دوت، والواشنج بتاع الفيسكو مهم ان هو ما بيرفعش تنشف بعد العمليه، وكمان بيخلي الايه بيقلل فرصه حدوث بوست اوبرتيف انفلاميشن بشكل كبير يعني. فواشنج الفيسكو وان احنا ناخد وقتنا شويه في واشنج الفيسكو ده من الحاجات المهمه، من الخطوات المهمه. هنا بقى بتجيب السيتنجز بقى بتاعتك اللي ممكن بعد كده برضو نناقشها في محاضره لينا، اللي هي السيتنجز بتاعت كل خطوه من خطوات الفيكو باذن الله. ان انت هنا انت مش قلقان بقى من حاجه، انت محمي من الكبسوله بوجود الاي او ال، فبالتالي ايه بتعلي الفلو ريت وبتعلي الفاكيوم عشان تبقى الووشنج بتاعك سريع. هنا بس الاي او ال سنه كده، بحط الاريجيشن تحتها بحيث ان اي فيسكو وراها انترابت بين الاي او ال والبوستير كبسول يطلع هو كمان. وبرضه سويتشنج هاندز ونغسل ايه من الناحيه الثانيه للاي او ال برضو، باننا ايه بنزق برضو الادج كده لحد ما ارفع سن الادج بتاع الاي او ال، بحيث ان الستريم بتاع الفلويد يمشي ورا الاي او ال يخرج لي اي كميه فيسكو برضو موجوده. وكده يبقى ايه ان شاء الله فاضل ان انا اعمل هايدريشن للونز، باخد الهايدرو كانيولا. هنا لو لاحظت حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه باذن الله. شكرا.